طلاب الصف الاول الابتدائي منهج كونكت 1 اهلا بيكم معايا في يونت 8 اد ذا بيراميدز اد ذا بيراميدز اد ذا بيراميدز يعني ايه يا ولاد؟ يعني في الاهرامات او عند الاهرامات نبتدي مع بعض ليسون 1 بيقول لي لوك ان ليسن اهرامات يعني ايه يا ولاد؟ يعني بيراميدز 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 ابو الهول سفينكس 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 مفتاح كي 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 احجار ستونز 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 بعد كده جمل كامل 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 الملك توت كينج توت كينج توت كينج توت كي افتر ذات كبير الحجم زي الفيل مثلا بيج 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 الملكة نفرتيتي كوين نفرتيتي كوين نفرتيتي كوين نفرتيتي ملكة يعني ايه يا ولاد كوين وملك كينج after that صغير الحجم small 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 like أنت ant ant صغير الحجم زي ant big يعني او كبير الحجم زي elephant elephant بعد كده يا ولاد نيجي activities on lesson one number one بيقول لي match what's this طبعا اللي قدامنا ده ايه يا ولاد ابو الهول يبقى ايه سفينكس؟ اسمه ايه يا ولاد سفينكس؟ number two who is this طبعا ايه يا ولاد king توت الملك ايه توت king توت number three what's the, what's what are these طبعا ايه pyramids 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 اللي هي ايه يا ولاد اللي هي الأهرامات نيجي ل question number two بيقول لي look any circle number one what's this dog or camel طبعاً إيه camel number two what's this k or guitar yes it's k number three ha. stones or pyramids طبعاً إيه أحجار إحنا شايفين في الصورة stones نيجي نمبر 3 بيقولي لي سيركل correct word نمبر 1 كينج queen كوين طبعا, يعني طبعاً الملكه مؤنث يبقى ايه كوين طبعا لان كينج يعني ملك نمبر 2 كينج توت اور كوين توت طبعا الملك توت يبقى كينج okay. نمبر question نمبر 4 بيقولي لي the ذا ضع دائره حول الايه الصوره نمبر 1 أنت جايب لي ثلاث صور وبيقول لي أنت where is the ant طبعا كلنا عارفين أنت number two camel where is the camel yes the camel number three big where is the big animal here فين الحيوان الأكبر هنا الكبير طبعا ايه the elephant ننتقل لquestion number two or listen to بيقول لي listen any point طبعا ايه استمع واشر letter K K هيجيب لي كلمات بتبتدي بليتر K like king toot king toot king toot بعد كده كايت طبعا كلنا عارفين كايت الطائرة الورقية كايت كايت كي after that letter Q نخلي بالنا كويس من Q capital Q small كيو كابيتال اهي يا ولاد كيو سمول تشبه التسعة تشبه التسعة اوكي كوين لايك كوين نفرتيتي كوين كوين بتبتدي بليتر ايه يا ولاد ليتر كيو كوين نفرتيتي كوين نفرتيتي after ذات هادئ هادئ يعني ايه يا ولاد يعني مش عامل دوشه quiet 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 هادئ يعني quiet Quiet. after افتر ذات ليتر بيقول لي هنا في ليتر ك كابيتال ان small طالب مني ايه يا ولاد جايب لي برضو الكلمات اللي هي بتبتدي بليتر كا لايك كينج توت king توت كايت كي ومطلوب مني اتتبع الايه النقط واقرا نمبر 2 جايب لي الكلمات اللي بتبتدي بليتر كيو لايك كوين نفرتيتي and quiet quiet طبعا اللي هو الايه الشخص الهادئ after that writing a corner ركن الايه الكتابه listen and trace زي ما احنا متعودين بنكتب ونتتبع الايه النقط ك كابيتال ك سمول كيو كابيتال كيو سمول after that يا اولاد activities on lesson 2 نمبر 1 بيقول لي match جايب لي ثلاث صور وتلات كلمات وبيقول لي number one king toot where is king toot yes excellent number two quiet يعني هادئ طبعا زي ما احنا عارفين الولد هادئ the boy is quiet number three k وطبعا كلنا عارفين k question number two بيقول لي trace طبعا اتتبع النقط number three بيقول لي circle and right

نمبر one يا ولاد بيقول لي كوين نفرتيتي. Where is Queen نفرتيتي Yes, Queen نفرتيتي الملكة إيه نفرتيتي. نيجي ل number two بيقول لي كي. Where is the كي؟ طبعا كي اللي هو الإيه يا ولاد المفتاح. Yes. Number three كايت. Where is the كايت? It's this. Yes. Question number five.

طبعا it's a it's kite after that هنا بيقول لي listen three هيكلمني عن كبير الحجم وصغير الحجم بيقول لي هنا ايه يا ولاد look and repeat number one جايب لي big 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 طبعا يعني كبير كبير small 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 اللي هو ايه يا ولاد صغير الحجم small S M A L L The elephant is big and the cat is small okay The camel is big and the ant is small طبعا الجمل كبير والنملة ايه صغيرة نيجي للي بعد كده بيقول لي look and circle okay which is smaller which is smaller ayuma asgar taban e the small book smaller huh? this is big big this is small the smaller is this cat okay which is the smaller yes it's this which is the smaller triangle It's this triangle طبعا ده الأصغر. ها؟ huh? Which is the smaller؟ طبعا This is the smaller doll. هذه اللعبة هي اللعبة الإيه؟ الصغيرة. After that يا ولاد بيقول لي هنيجي نتكلم عن أسماء البلاد اللي إحنا بنعيش فيها. أنا أعيش في مصر. I live in Egypt. I live in Egypt. أنا أعيش في مصر يعني إيه؟ I live in Egypt يبقى أنا أعيش يعني I live after that بيقول study the following cities study the following cities يعني إيه ادرس المدن الآتية okay city يعني مدينة cities يعني إيه مدن number one يا أولاد الإسكندرية Alexandria 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 أسوان طبعا أسوان After ذات القاهرة كايرو كايرو الأقصر لوكسور 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 بورسعيد بورت سعيد بورت سعيد بورت سعيد After ذات بيقول لي to say where you live عندما تقول لما تكون عاوز تقول يعني أين تعيش بقول إيه I live in وأقول اسم البلد اللي أنا بعيش فيها مثلا أنا بعيش في الأقصر I live in Luxor وكل واحد فيكم يقول بيعيش فين I live in Cairo مثلا البنت هتقول انها بتعيش في الإسكندرية تبقى ايه I live in Alexandria okay after that بيقول لي listen and number number one Port Said where is Port Said يا أولاد where is Port Said طبعا دي بورت سعيد نمبر 8 برقم ايه يا ولاد بنمبر 1 نمبر 2 بيقول لي Alexandria, Alexandria. Where وير ذا طبعا هي دي خلاص لما بنعرف شكلها بنعرفها يبقى هي نمبر ايه يا ولاد نمبر 2 نمبر 3 بيقول لي اسوان اسوان وير اسوان يس يبقى نمبر ايه يا ولاد 3 نمبر 4 أسوان نمبر 4 نمبر 3 قدمنا عليه نمبر 4 نمبر 3 مين يا ولاد؟ كايرو Where is Cairo؟ طبعاً كايرو كلنا عارفينها نمبر 3 آخر نمبر عندنا يا ولاد نمبر 5 وهو إيه؟ لوكسور Where is Luxor؟ هي آخر إيه, country عندنا وهي إيه؟ نمبر 5 Okay نيجي بعد كده activities on lesson 3 هيقول لي هنا يا ولاد بيقول لي look and circle look and يعني circle the big object. Look sorry مش واضحة. Look and circle انظر وإيه وضع دائرة the big the big إيه object. يعني الصورة الإيه؟ الكبيرة، انظر وضع دائرة حول الصورة الكبيرة. Number one بيقول لي: ها؟ Where is the big؟ عندي elephant، وعندي بي اللي هي الإيه؟ النحلة، يبقى طبعًا the bee، the elephant. Number two: ها؟ small but this is big. Number three: ها؟ طبعا عندنا this is the big one okay after that بيقول لي look read and check right I live in Alexandria where is Alexandria طبعا اللي عليها علم من فوق هي ايه Alexandria number two I live in Aswan where is Aswan يا ولاد طبعا this is ايه Aswan number three I live in Port Said. This is a Port Said. نيجي after that بيقول لي look any circle. The camel is big or small? طبعا ايه big. Number two, what's this? Cairo or Luxor? طبعا ايه يا ولاد Luxor. Number three, the ant زي طيب ما احنا شايفين كده big or small? طبعا ايه كلنا عارفين انها small. okay after that بيقول لي match Luxor where is Luxor يا ولاد طبعا Luxor خلاص عرفنا شكلها this is Luxor number two أسوان where is أسوان؟ طبعا this is أسوان number three بيقول لي Cairo where is Cairo طبعا هي اللي بقية ايه معانا after that question number five بيقول لي circle the correct word. I live in دي صورة ايه يا ولاد؟ Luxor or أسوان؟ طبعا اللي عندنا في الصورة ايه يا ولاد؟ أسوان. واللي بيتلخبط في الشكل يشوفها تاني في الكتاب علشان يعرف شكل البلد. نيجي ل question number بيقول لي the camel is big or small؟ طبعا the camel is ايه؟ is big. number three I live in Cairo or I can in Cairo؟ طبعا ايه؟ I leave الفيرب اللي بيمشي اللي بمعنى يعيش leave okay after that review on unit 8 pyramids stones camel sphinx after that كلمات بتبتدي بليتر K king toot kite k كلمات بتبتدي بليتر Q queen nefertiti nefertiti queen nefertiti and Quiet. After that، القاهرة يعني إيه يا ولاد؟ كايرو بورسعيد، بورت سعيد، أسوان، أوكي، okay. لوكسور، ألكساندريا. وخدنا طبعًا إزاي أقول إن النملة صغيرة the ant is small، الجمل كبير the camel is big، وهكذا. وخدنا إزاي نعبر عن نفسنا ونقول إحنا بنعيش في بلد إيه؟ I live in Alexandria يعني أنا أعيش فين يا ولاد؟ في الإسكندرية after that يا ولاد activities on in unit 8 number 1 بيقولي circle the picture camel where is the camel؟ طبعاً على طول عرفنا الكمل number 2 queen Nefertiti where is her؟ yes queen Nefertiti number 3 ant where is the ant؟ yes نيجي لكويشن نمبر 2 بيقول لي لوك ان سيركل نمبر 1 ها بيج اور سمول طبعا بيج نمبر 2 ها كايرو اور اسوان عرفنا خلاص شكل البلد وعرفنا انها اسوان نمبر 3 كي اور كايت طبعا احنا شايفين في الصوره كايت كي نمبر 4 واتس ذيس 알렉산دريا اور لوكسور طبعا ايه يا اولاد لوكسور نمبر 3 بيقول لي تريس اتتبع الايه النقط على ليتر ك كابيتال وسمول وهكذا افتر ذات بيقول لي ماتش جايب لي برده زي ما احنا متعودين كابيتال ليترز اند سمول ليترز نمبر 1 ك كابيتال يبقى نوصلها بكاب سمول او كابيتال او سمول كيو كابيتال كيو سمول ننتقل لكوشين نمبر 5 بيقول لي سيركل ذا ذا كوريكت وورد Number one I live in Alexandria or Aswan طبعا قلنا اللي عليها علم من فوق دي هي إيه؟ Alexandria Number two the ant is small or the camel إحنا شايفين في الصورة إيه؟ the ant طبعا Number six هو آخر uh, question عندنا بيقول لي circle the pictures that begin with the same sound هنلعب لعبتنا برضو علشان نعرف الصورتين اللي بيبتدوا بنفس الحرف Number one الولد بيقول إيه؟ هدوء يبقى quiet، quiet هادئ يعني إيه؟ quiet يبقى أول لتر ك Number two quiet. Yes. Number three كي طلع عندي كلمتين بلتر شب- يشبه بعض وهو لتر ك يبقى هما دول إيه اللي أضع عليهم إيه؟ Circle. ننتقل لquestion نمبر number two. وات who is this؟ طبعا دي إيه؟ Queen Nefertiti. كوين نفرتيتي يبقى أول لتر كيو وده كوايت اللي هو طبعا إيه هادئ نمبر ثري كايت اللي هي اللي هي الطائرة الورقية طلع عندي كلمتين بنفس الحرف كوين نفرتيتي and quiet يبقى هما دول وبكده يا ولاد خلصنا يونت 8 واشوفكم ان شاء الله في يونت 9